بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ، رجل خرج من بيته مسافرا وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها، هل يقصر أم يتم الصلاة؟ إذا أدركت المسافر الصلاة وهو في بلدها، فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذن وأنت في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة. كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت إلى البلد قبل أن تصلي فإنك تصليها كم؟ دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر في الطريق ثم وصلت إلى بلدك تصليها أربعا أو ركعتين؟ أربعا. وكذلك لو سافرت بعد أن أذن خرجت من البلد وصليت في الطريق فإنك تصلي ركعتين. إذن القاعدة أن الاعتبار بماذا؟ بأداء الصلاة. إن أديتها في سفر فاقصر، وإن أديتها في الحضر فأتم.